قال رحمه الله: نقبل التوجيه والنصح ممن وجهنا، ونعلم أننا طلبة علم نصيب ونخطئ ونجهل ونعلم، وهذا من تواضعه رحمه الله، وهكذا علماء أهل السنة. فليس أحد أرفع من النصح ولا أعلى من التوجيه، بل هذا من كمال الإنسان. كمال المرء أن يرضى نصح غيره وأن يقبل مشورة غيره، وديننا يأمر بذلك. فكونك تستعين بإخوانك وتستشيرهم وتستفيد من توجيهاتهم خير لك من أن تصر على باطل وخطأ. ومع ذلك لا يعني أن يكون الإنسان ضعيفا فيكون العوبة لأهل الأهواء، وإنما المقصود من أتى بحجة وبرهان قبل منه حجته وبرهانه،